بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وردني لإنسان يذنب ثم يذنب ثم يتوب ثم يكرر الذنب، ويقول الأخ السائل: لا أستطيع أن أتوب توبة نصوحة إلى الله، في كل مرة أشعر بخطئي وأشعر أنني مذنب بحق الله سبحانه وتعالى وأظلم نفسي، أتوب إلى الله ولكن بعد عدة أيام تراودني نفسي فأرجع لنفس المعصية ونفس العادة السيئة. الجواب أخي الحبيب، انظر معي، أنا بالنسبة لإنسان بهذه المواصفات لا أخاف عليه، أنا أخاف على شخص نسي الله ولم يشعر بذنبه. والله لو أن إنسانا كل يوم يعصي الله 1000 مرة ثم يتوب إلى الله سوف يجد الله توابا رحيما سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أنا لدي اليوم عدة أحاديث نبوية هي مبشرات تبشرك أيها المذنب أيها العاصي، إذا كنت تغوص في بحر من المعاصي، إذا كانت رياح الشهوات تقذفك بعيدا في مستنقع السيئات والمعاصي ولكنك تعود وترجع ثم تذنب وترجع، هذا الأمر حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا لدي حديث مبشر أتمنى كل شخص أن يفهمه قبل أن يحفظه، أن يعيشه، ليس مجرد حفظ، أن تعيش هذا الحديث، أن يصبح جزءا من ثقافتك اليومية. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حدثنا عن إنسان ارتكب ذنبا أو معصية أو اقترف إثما، ولكن هذا الإنسان قلبه معلق بالله، اعترف بذنبه واستغفر الله سبحانه وتعالى. وهنا الملك عز وجل يسأل الملائكة الذين صعدوا بهذا الاستغفار إلى السماء السابعة، إليه يصعد الكلم الطيب، فيقول الله لهم: ماذا يريد هذا العبد؟ يقولون: يا رب، إن عبدك فلان ارتكب ذنبا أو أصاب ذنبا أو معصية، وقال: يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا الملك عز وجل يقول لهم: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ طبعا وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة أن يسأل، ولكن هذا الحديث ليعلمنا أن الله يحبنا، ليعلمك أيها العاصي أن الله يريدك أن تتوب. أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا: نعم يا رب. قال: قد غفرت لعبدي. ثم هذا العبد في اليوم التالي أو بعد أيام يمكث ما شاء الله فيصيب ذنبا، ثم يقول: يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت، أو فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول الملك للملائكة: هل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ يقولون: نعم يا رب. قال: قد غفرت لعبدي. ثم يكرر المعصية للمرة الثالثة، والله يكرر السؤال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ فيقولون: نعم يا رب. وهنا الملك عز وجل يقول عبارة رائعة فيها مواساة
لكل مذنب، لكل من أسرف على نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليعمل ما يشاء. طيب كيف تقولون يذنب ثم يغفر له، ثم الله يقول له اعمل ما تشاء؟ نعم أيها الأحبة، لأن الشرط الأساسي للتوبة ومغفرة الذنوب متحقق، وهو أن يتعلق قلبك بالله. ما دمت تعترف أن هذا ذنب يغضب الله، وما دمت تدرك أن الملك يستطيع أن يغفر الذنب، وليس هناك إله آخر يغفر لك، إن الله سيغفر لك مهما أذنبت، وسوف يتوب الله عليك ذات يوم، وتجد نفسك أنك قد انتهيت عن المعصية تماما. وهذه تجربة شخصية أيها الأحبة، مرت معي كثيرا، وطبقت هذا الحديث، وكانت النتائج أن الله تاب علي تماما. لأن التوبة من الذنب أخي الحبيب فيها صعوبة، وبخاصة لمن أدمن على الدخان مثلا، أدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية أو الأشياء المحرمة، أدمن على النميمة، أدمن على أذى الناس. هذه بشرى له. أدمن على ترك الصلاة، ترك الصلاة ذنب، ويورث الإدمان، يعني إنسان مدمن على ترك الصلاة، لا يصوم، لا يصلي، لا يتصدق، هذه الظاهرة تتحول إلى نظام في حياته، أنه يصبح من الطبيعي أن لا يصوم، من الطبيعي أنه لا يذكر الله، من الطبيعي أنه يغفل عن الآخرة. فعندما تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل، ثق تماما أن الله سيغفر لك، بشرط أن يبقى قلبك معلقا به. طبعا أيها الأحبة، قد يقول قائل: طب يمكن إنسان أن يأكل أموال الناس ثم يتوب؟ أقول لك: لا، إذا قلت هذه الكلمة يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلت هذا الدعاء صادقا، صدقني لن تستطيع أكل مال أحد، وإذا أكلت مال أحد سترجعه، لأنك تسببت بضرر في حق إنسان. لن تستطيع النوم، إذا ظلمت إنسانا لن تستطيع النوم، إذا ظلمت زوجتك أو ابنك لن تنام، لأن قلبك معلق بالله عز وجل. وبالتالي الإنسان عندما يستغفر الله ويعترف بذنبه ويدرك أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، سوف يغفر الله لك الذنوب ويتوب عليك، ويتوب الله على من يشاء. ما معنى ويتوب الله على من يشاء؟ ما معنى ذلك؟ أن الله سيخلصك من هذا الذنب قريبا، ولكن عليك أن تنتظر، عليك أن تبقى في حالة ثقة بالله عز وجل، لأن الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يريد أن يقودك لليأس أخي الحبيب، يقول لك: هذه الذنوب لن تغفر، تراكمت عليك ولن تستفيد شيئا. الشيطان يريد أن يجعلك يائسا. إبليس، لماذا سمي إبليس؟ لأنه يائس، مبلس، يائس من رحمة الله. المبلس فإذا هم مبلسون، يائسون، لأنه يائس من رحمة الله سمي إبليس، فيريد أن ينقل لك هذا اليأس. لذلك سيدنا يعقوب عليه السلام اعتبر اليأس كفرا، كفر، مجرد أن تيأس من الله أنت دخلت في بحر من الكفر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله،
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلذلك أخي الحبيب، هذا الحديث يجب أن تهتم به، يجب أن تفهمه، أن تتدبره، أن تقوي علاقتك مع الملك عز وجل منذ هذه اللحظة، والملك سيغفر لك كل الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي، قل يا محمد، خاطبهم، بلغهم. هذا الرسول الذي سماه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قل، ذكرهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف هو المبالغة وتجاوز الحد. الإسراف هو المبالغة في المعصية، ليست معصية عادية، مبالغة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.